مرحبا بحضراتكم من جديد، اهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. في الفقره دي هنتكلم عن مبدا كلنا عارفينه، فكره ان الفيتامينز مفيده للجسم، كلنا عارفينها، لكن مش بالضروره نكون كلنا مدركين الى اي درجه الفيتامينز مهمه للجسم، زائد مش بالضروره نكون عارفين طب هي مهمه لايه او في ايه او اهميتها دي بتتحقق من خلال ايه. والاهم من ده كله، طيب في حال نقصان الفيتامينز، في نقص الفيتامين معين في الجسم، فانعكاساته ايه على الجسم وعلى الحاله الصحيه العامه؟ كل دي امور هنتكلم فيها مع اللي ليها وحشه كبيره والله، يعني انا نفسي بقالي فتره ما بنتهاش دكتوره دينا ابو السعود. اهلا بيكي منوره. اهلا بيك يا كريم، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. وحشنا كلنا والله، وانت كمان وجمهور الاهلي برضو، انت كنت وحشهم قوي برضو. ربنا يخليك يا دينا، انا سعيد ان انا معاكي النهارده. ربنا يخليك. وسعيد كمان ان احنا هنتكلم في الموضوع ده بصفه خاصه، لان اكيد انت ادرى مني بكتير، عارفه ان كلنا عارفين الفكرة العامة، المبدأ نفسه، فكرة ان الفيتامينز مهمة للجسم، لكن مهمة ازاي وفي ايه وفي صورة ايه ونقصانها ينتج عنه ايه؟ كل دي بقى لو تسمحي لنا امور عايزين نتكلم معاكي فيها. تحبي نبتدي من فين؟ ان الفيتامينات مهمة جدا والموضوع مش اوبشن، يعني ان احنا ناخد فيتامينات من الاكل ونركز في الاكل الصحي دي حاجة مهمة جدا. الفيتامينات مهمة لكذا حاجة، يعني انا بقول هو اسلوب حياة، مهمة لمناعتنا، من غير فيتامينات مفيش مناعة. وبالذات في الزمن اللي احنا فيه ده اللي مليان، احنا خلصنا من، هو لسه موجود اكيد كورونا، بس دخلنا في فطريات، فطر اسود، دخلنا في جدر، يعني بقينا كل يوم نسمع جدر القرود مؤخرا. بالظبط، عن حاجات كتيرة جدا لو مناعتي قليلة الفيروسز والفطريات هتتمكن يعني مني. المكون الأهم للمناعة هو الفيتامينز. الفيتامينز مهمة جدا، ومن من الفيتامينات المهمة جدا للمناعة، فيتامين سي مهم جدا للمناعة. أوكي. ومهم لإعادة امتصاص الحديد، يعني بتلاقي مثلا الدكتور لو كاتب حديد لبيشنت لازم يكتب له فيتامين سي معاه، لأن الحديد من غير فيتامين سي، الحديد بيسموه معدن ملك، صعب امتصاصه، الفيتامين سي هو اللي بيزود امتصاصه، فدي حاجة مهمة جدا. ومهم جدا الزنك، الزنك مهم للمناعة، مهم للشعر، مهم لكل العمليات الحيوية. برضو حلقات سابقة انت قلت لنا ان الزنك ما بيشتغلش غير مع وجود عنصر تاني، النحاس، الكوبر. أوكي. لان في فيتامينات بتشغل بعض زي كالسيوم وفيتامين د، ممكن يبقى عندي نقص في الكالسيوم، الكالسيوم مهم جدا لصحة العظم وصحة السنان وصحة القلب، انقباض عضلة القلب، لكن الكالسيوم مش هيخش العظم لو انا فيتامين د عملت التحليل بتاعه لقيته اقل من 20، فده نقص. يعني فيتامين د هو اللي بيساعد الكالسيوم على دخول العظم وبالتالي الاستفاده منه. بالظبط بالظبط. يعني لو انا خدت الفيتامين د من غير المكمل ليه، كده جسمي ما يستفادش ولا ممكن يبقى فيه ضرر؟ بص يا كريم، احنا معظمنا عندنا نقص فيتامين د، لو اي حد بيتفرج وبالذات الستات وما بياخدوش فيتامين د، وفيتامين د مش موجود بكثره في الاكل، هو موجود من اشعه الشمس، هنلاقي عندنا نقص فيتامين د. هو المفروض ما يقلش عن 20، الاحسن ما يقلش عن 30. فلو لقيت نقص فيتامين د، الشمس مش كفايه، لازم اخد سبلمنت، والسبلمنت بتاع فيتامين د بيبقى تحت اشراف دكتور. طب احنا قلنا ان ده فيتامين استثنائي مش موجود قوي في الاكل قد ما موجود في اشعه الشمس، طب بقيه الفيتامينز اللي هي موجود منها في الاكل، هل كميات الاكل يعني عشان نحصل على القدر المطلوب من الفيتامين، افرضي ان ده يستدعي اكل كتير احنا مش قادرين عليه؟ مثلا فيتامين سي موجود في الحاجات السترس، الجوافه، الطماطم، البرتقال، الليمون، لكن ممكن النهارده انا واحده يمكن بقالي مثلا 3 سنين ما اكلتش جوافه، ما بحبش الجوافه بصراحه. يعني ممكن ما اكلش سلطه النهارده. فلازم، لكن لازم فيتامين سي تاخد كل يوم، يعني الجسم محتاج فيتامين سي يوميا. هي دي المشكله، ان احنا مش كل يوم بنعتمد على الاكل الصحي، احيانا كتير بناكل من غير سلطات. في ناس بتقضي عمر كامل في اكل غير صحي. بالظبط بالظبط، يمكن الواحد لما كنت في الساحل ما بحبش اكل سلطه مثلا بره، لان في الحر وكده بيحصل ممكن تضرب مثلا، فبتلاقيني طول الوقت ما باكلش الاكل الصحي، فلازم قلب مالتي فيت يبقى معايا اخده كل يوم، او الفيتامينز اللي الناس مرتاحه عليه. انا عن نفسي بحب قلب مالتي فيت. ألب مالتي فيت من أقوى المكملات الغذائية لدعم المناعة رقم واحد، ولدعم الطاقة. محتاجة أن أنا أعرف أدير طاقتي، كتير مننا جدا من جميع الأعمار بيشتكي من قصة الكسل.
أيوة. وحتى صغار السن يعني، ما هي دي المشكله غريبه وصغار السن ما عندهمش مرض مزمن يؤدي الى كسل من امراض الكبد والكلى والقلب، لكن طول الوقت كسلان لانه عنده نقص في فيتامين بي. فيتامين بي مهم جدا للحياه، الكوبالامين مهم، الفوليك اسيد مهم، البيوتين، الثيامين، كل الحاجات دي عائله فيتامين بي. صعب ان انا اشتري فيتامين من الصيدليه في كل عائله فيتامين بي. السهل ده هيبقى بس في قلب مالتي فيت. لو انا دخلت الصيدليه وقلت للصيدلي انا عايزه مالتي فيتامين يحتوي على كل عائله فيتامين بي، يقول لك لا، المالتي فيتامين ده فيه كل حاجه ما عدا الكوبالامين اللي هو فيتامين ب 12 المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء، ده موجود لكن مش موجود معاه الثيامين. قلب مالتي فيت باخده وانا عارفه انه فيه كل العيله بتاعه فيتامين بي، وقلب مالتي فيت موجود في الصيدليات، احنا موجودين في سلسله صيدليات. تاني الفيتامين الوحيد اللي ليه تفريعات مختلفه هو فيتامين بي. فيتامين بي طبعا. بلس ان قلب مالتي فيت دخله الزنك، الزنك مهم للشعر، للبشره، المعده، حمض المعده بيحب الزنك جدا جدا. الزنك مهم للخصوبه عند الرجال. طب لا قبل بس الخصوبه خلينا نقف كده عند الحته بتاعت حمض المعده، لان في ناس كتير ممكن تبقى بتشتكي من الاحساس ده، بينتج عنه حتى الم في بعض الاحيان. الم فده بيسكنه؟ لا هو مش مسكن، هو بيعدل حمض المعده، فدي حاجه مهمه. وعايزه اقول اي مشكله في الجهاز الهضمي ما نفتيش في ادويه اجهزه الهضم. بلاش نفتي في ادويه الحموضه، يعني انا حاسه مش عارفه بنفتي في كل حاجه لا. يعني بلاش ادويه الحموضه، ما تسيبينا نفتي زي لا 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 ده احنا بنكتب لبعض روشتات يا ست الكل. دي 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 كارثه طبعا، دي كارثه بصراحه. ومش عارفه ايه، اضرب انتي بايوتيك، لو انا جربت الدواء الفلاني عمل معايا شغل نار فخد منه. لا 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 لا، ادويه لازم تبقى تحت اشراف طبيب، وقصه المسكنات تحت اشراف طبيب، مش عمال على بطال اخد مسكنات، ومش عمال على بطال اخد مضادات حيويه. مضاد حيوي عمال على بطال هيهدي لي المناعه فور شور، فلازم كل الحاجات دي تبقى بحسبان. قلب مالتي فيت ليه بقول انه قوي جدا؟ لانه في 13 عنصر معدن وفيتامين داخل كبسوله او قرص واحد بس من قلب مالتي فيت، فانا باخد منه قرص واحد بعد الفطار او بعد الغداء بساعه. يبقى انا كده المناعه مطمنه عليها، التمثيل الغذائي وسرعه الاريض وسرعه الحرق مطمنه عليها، صحه العظم عندي مطمنه عليها، لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. لو انا عملت تحليل كالسيوم ولقيت فيه نقص شديد في الكالسيوم، ممكن وقتها اقول قلب مالتي فيت مش كفايه، لازم ارجع لدكتور. انا بتكلم ان قلب مالتي فيت حلو لينا الناس اللي ما عندهاش امراض، يعني ما عندهاش مشكله يستدعي الى زياده. وعشان ناخده هل لازم الواحد فينا يعمل تحليل مثلا في الاول فيعرف بموجبه هو عنده نقص فيتامين سي، ولا هو امن حتى لو الواحد بياخده من غير ما يكون عمل تحليل؟ من غير تحاليل قلب، انا لو هتكلم على قلب مالتي فيت هو امن لان النسب بتاعته بسيطه، ما تخوفنيش. قلب مالتي فيت مش فيتامينات للعيال. اللي انا عارفه منك ان دي جرعتها يوميه واحده بس، واحده في اليوم، كل يوم الصبح بعد الفطار، حتى بعد الفطار او بعد الغداء. لكن التراكم بتاع يعني حبايه على حبايه على حبايه لمده 6 شهور، التراكم بتاع قلب مالتي فيت مش هيحصل، لان الفيتامينات اللي فيه بتنزل عن طريق الزياده منه، بينزل عن طريق البول. أوكي. ومش هيحصل زياده، يعني بتدوب في الميه. أوكي. ومش هيحصل ده اصلا، لانه مش هيحصل تراكم. انا يعني حتى الفيتامينات اللي بتدوب في الميه وتراكمت، يبقى انا كده بحمل على الكلى، ده مش هيحصل مع قلب مالتي فيت. لكن في بعض الفيتامينات الثانيه وقتها اقول لا، لو هاخده بنسبه كبيره الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون بستشير طبيب. وقتها بيبقى الفيتامين، وقت ما انا بروح للدكتور ويديني كورس فيتامين لمده 2 3 شهر زي ما الدكتور بيشوف بنسبه كبيره، وقتها بقول ده فيتامين علاجي، لكن قلب مالتي فيت ليس علاجي. هو ليه الواحد بياخد مالتي فيتامين مع انه ممكن ياخد فيتامين فيتامين على حده؟ هناخد كل يوم فيتامين سي على حده وزنك على حده مثلا وكالسيوم على حده؟ لا، هيبقى صعب جدا. هيبقى صعب جدا، يعني صعب ان انا اخد 7 8 فيتامينات او اكثر في اليوم. المالتي فيتامين هو قرص واحد مجمع لك كل الفيتامينات او معظم، يعني قلب مالتي فيت مش هقول لك هو فيه كل الفيتامينات اكيد لا، يعني فيتامين د مش موجود، فيتامين ايه مش موجود، مش كل الفيتامينات لكن معظمها موجوده في قلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت زي ما انا قلت طبعا لازم ارجع اقول انه مصرح من هيئه سلامه الغذاء، معنى كده انه امن، وبرجع اقول انه متوفر في صيدليات كبيره، وعلى الشاشه دلوقتي ده رقم كود للصيادله، يمكن حد مثلا يا اما عايز ياخده اونلاين عن طريق الرقم اللي على الشاشه، يا اما عايز ياخده من الصيدليه.
بيكلمونا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، يقول لك مش موجود في الصيدليه اللي تحت بيتي، وانا عايزه من الصيدليه اللي جنب البيت. فوقتها العميل يقول للصيدليه او يقول للدكتور الصيدلي ان قلب مالتي فيت موجود في الشركه المتحده للصيادله بكود 83205. يقدر الدكتور وقتها. كويس، كنت عايز اسالك يعني ايه كود الصيادله؟ كود الصيادله دي تبع الشركه بشكل آلي يعني، برافو عليك. فوقتها يعني احنا بنسهل الامور، واللي عايزه اونلاين احنا موجودين حتى دلوقتي، ناس كتير بتطلبه لان في ساحل دلوقتي الساحل الشمالي شغال كتير جدا. فكل قرى بيقول لك لا انا لسه مش هدور في الصيدليه، لا الشركه تبعت لي لحد البيت. مهم جدا كمان في الوقت ده عشان موضوع اشعه الشمس. اشعه الشمس الضاره احنا المفروض نبقى اذكياء، ناخد المفيد فيتامين د، لكن الشمس ليها اضرار. الالترا فايلت اي وبي اضرارها على السكن رهيبه. بالمناسبه التوقيت او يعني التوقيت يعني مجازا كتوقيت الامثل لان الواحد يكون قاعد تحت اشعه الشمس بحيث يستفيد منها من غير ما يحصل له اي ضرر باي حال من الاحوال؟ يا اما الصبح خالص بدري، المهم من 12 ل 4 بيبقى الشمس شويه. يعني يا اما الصبح لغايه الساعه 10 يا اما بعد الساعه 4. جميل. طيب نرجع بقى مره ثانيه، هل في اعمار معينه ما ينفعش تتعامل مع المالتي فيتامينز حتى من حيث المبدا؟ لا، يعني احنا المالتي فيتامين بيتاخد او قلب مالتي فيت من سن 13 سنه امن جدا، بالذات الشباب. نفس الجرعه برضه، نفس الجرعه، حبايه في اليوم. حبايه في اليوم. أوكي. والشباب دلوقتي صعب انك انت تعرف تروده، لا اخرج مع اصحابك وتعالى في سوتيه لا صعب. فوقتها نبقى الام لازم تبقى عارفه ان هو طول الوقت قاعد بره وطول الوقت ما فيش اكل صحي وما فيش فيتامينات بتخش له. فمهم جدا ان الام تبتدي تقول له لا، ان هي تقول له ان ده مالتي فيتامين لانك انت تقدر تعوض، لانك انت ما بتاكلش عندي، ما بتاكلش في البيت اكل صحي. الكبار في السن برضو قرص واحد بس في اليوم، ومناسب للامراض المزمنه يعني مع الادويه اللي بياخدها. قلب، ضغط، كوليسترول، سكر، بالظبط. بالظبط مناسب للام او السيده الحامل، مناسب للي بترضع. كونسرن بتاعي البسيط جدا اللي عنده مشاكل في الكلى، الكلى تعبانه او لا قدر الله فشل كلوي، اي حاجه بياخدوها اوتوماتيك تحت استشاره الدكتور بتاعهم. طيب عايز ارجع برضو ثاني للسن الاصغر شويه، انت قلتي من اول سن 13 سنه. الى اي درجه المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز ممكن تبقى مفيده للطفل سواء كان ولد او بنت في مرحله النمو؟ يعني في مرحله كده او في مرحله حتى اللي هي البلوغ، يعني دي بقى برضو ليها فايده جسمانيه. طبعا الكالسيوم مهم ليهم جدا، فيتامين بي ليهم مهم ليهم جدا. أوكي. بيبقى مهم طبعا، ومهم ان هم يعززوا مناعتهم بفيتامين سي اكيد يعني. حلو. طيب اعرف منين ان انا عندي مشكله مع الفيتامينات عموما؟ اعرف منين؟ لو عندي طول الوقت كسل، كسلانه، اضطرابات في النوم، حاجه اسمها مود سوينجز، يعني ساعه كويسه وساعه لا حاسه اني زهقانه. لو عندي مثلا بالنسبه للبشره بشرتي شحبه طول الوقت، عندي تشققات حوالين البق ده نتيجه نقص فيتامين بي مثلا. بغسل سناني بلاقي سناني بتنزف، فيتامين سي، هالات سودا، كل الحاجات دي. شعري بيتساقط وما عنديش مرض يؤدي الى تساقط شعر وقتها نتيجه نقص البيوتين والزنك. ضوافري بتتكسر، كالسيوم وزنك مهمين جدا، والبيوتين للضوافر. تقريبا كل حاجه. اطرافي بتنمل، فيتامين بي. أوكي. فكل الحاجات دي ممكن يبقى نتيجة نقص فيتامينات ومعادن. جميل. طيب أنا عايز برضو أسألك كام سؤال كده، الناس هما اللي بعتوها لنا. زينب محمد بتقول أولا بتحييكي وبتسألك إيه أسباب ظهور كدمات في الجسم وما بيكونش معاها وجع أو ما بيكونش فيها وجع؟ بطمن من نسبة سيولة الدم عندي، والدنيا لو كلها تمام ممكن وقتها يبقى نقص فيتامين سي. ماشي. سؤال تاني من ميرفت احمد بتقول بحس ان في وخز في صوابعي من وقت للتاني واطرافي بتنمل كتير، ده سببه ايه؟ اتاكد من نسبه الحديد، اعمل الكومبليت سي بي سي، كومبليت بلاد بيكتشر، صوره الدم كامله. ايوه، واطمن على ان النسب كلها كويسه والهيموجلوبين كويس والسيرم فيريتين وكل حاجه كويسه. ممكن وقتها اقول ان نقص فيتامين ب،
فيتامين ب مهم جدا، هو اللانش او الغداء بتاع الاعصاب. فممكن وقتها اقول نقص فيتامين ب، والمنتج الوحيد اللي موجود يحتوي على العيله كلها من فيتامين ب هو الف مالتي فيت، بتاخد قرص واحد بس في اليوم بعد الاكل بساعه. تمام. طيب سؤال تاني من منة الله جابر، بتقول الصداع النصفي المستمر هل ليه علاقة بنقص الفيتامينز؟ احيانا بيبقى ليها علاقه، واحيانا بيبقى مشكله مرض، او احيانا بيبقى نقص حديد بيؤدي الى صداع. يعني عندي حاجات كتيره، لكن من اهم الفيتامينات وقتها برضو فيتامين بي. انا على طول بقول فيتامين بي هو الحياه. يعني كمان تقدر تستخدم الف مالتي فيت قرص واحد بعد الفطار، والحلو ان بعد الفطار او بعد الغداء بساعه. أوكي. الحلو في الف مالتي فيت، لو هتكلم عن تحسين المزاج النشاط والحاجات دي، بشوفها على طول من تاني قرص او من تاني يوم. الشعر بياخد وقت، يعني مش هناخد الف مالتي فيت النهارده شعري ينبض وشعر الاقيه لحد رجلي اكيد يعني. أوكي. الشعر من يعني في خلال شهر ببتدي احس بالنتيجه. اهم حاجه الاستمراريه، يعني اهم حاجه اخد قرص في اليوم، مش قرص كل اسبوع، هو وانس ديلي. واعتقد ان هو ما يتعارضش مع اي علاجات اي حد بياخدها. لا ما بيتعارضش مع علاج السكر ولا علاج الضغط ولا علاج الكوليسترول. بالعكس، الف مالتي فيت بيحسن بنسبه مستوى الكوليسترول، لانه بيحتوي على فيتامين اي اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره وتحوله الى كوليسترول. ودكتور السكر بيقول البيشن بتاعه مع الادويه اللي باخدها للسكر دعم بفيتامين بي مهم جدا لمريض السكر، فيتامين بي. طيب بالنسبه لمساله الوزن المثالي ورحله البحث عن الوزن المثالي دي، خلت ناس كتير وزنهم زايد بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يفقدوا الزياده في الوزن دي، وفي المقابل في ناس تانيين بيبقى الود والدوم ان هم يزيدوا في الوزن. فحته التعامل لا، موضوع الود والدوم يزيدوا في الوزن ده لا، الناس اللي هم اندر ويت، انا بكلمك اندر ويت. بس النسبه كبيره سنة. لا، الاكتر بطبيعه الحال الناس اللي عايزه تخس. ده اللي حاصل في الدنيا، مصر كلنا عايزين نخس. الحكايه دي بقى ممكن تتاثر سواء سلبا او ايجابا بالمالتي فيتامين، ولا المالتي فيتامين ملوش علاقه بالوزن عموما؟ المالتي فيتامينز لو بتحتوي على فيتامين سي ممكن تخسس، وفيتامين بي، لان فيتامين بي انا بقول ان هو بيساعد على معدل الحرق وبيحول لي الكربوهيدرات لطاقه. اوكي. ففيتامين بي بيساعد على ده، والدراسات الحديثه اثبتت ان فيتامين سي بتعمل فات اوكسيديشن او بتحرق الدهون. فلو مالتي فيتامين دال بيساعد جدا جدا على حرق الدهون برضه. فممكن بعض الفيتامينات بتساعد على ده. طيب بالنسبه للناس اللي بتمارس رياضه، وخصوصا اللي بيلعب يعني رياضات عنيفه، يعني سواء كانت رياضه قتاليه، رفع اثقال، كمال اجسام، النوع ده من الرياضات اللي بتستدعي كمان اكل معين بكثافه معينه بعدد معين، ايه يعني موقف المالتي فيتامينز مع النوع ده من البني ادمين؟ مالتي فيتامينز مهمه ليهم جدا، فيتامين بي مهم جدا عشان يحول لهم الاكل للطاقه، فيتامين سي مهم عشان يساعد على امتصاص الحديد، الكالسيوم مهم عشان عظمهم، وفيتامين بي مهم عشان قوه اعصابهم. أوكي. والزنك مهم ليهم جدا. واضح ان فعلا كل العناصر، ما في يعني بروتينات مهمه قوي يا جماعه، ما فيش عنصر مش مهم من اللي انت يعني اتكلمتينا عنه، ما فيش حاجه مش مهم، ما فيش حاجه مش بتسمع في الجسم في ناحيه معينه. لا، ما فيش في الدنيا فيتامين مش مهم، ما فيش في الدنيا معدن مش مهم، لكن الزياده بتقلب ضد، لازم الناس تعرف ده. لكن انت بشكل عام تنصحي الناس كلها ان ده يكون نمط حياه. طبعا برضو. طبعا طبعا الفيتامينات تبقى نمط حياه ما دام انا باخد تركيزات بسيطه جدا منه. وما بعديش الجرعه المصرح بيها، فيبقى نمط حياه مع تغيير اللايف ستايل. انا مش التفصيله دي بس اللي تتغير، لا يعني لا مش ده بس، لازم كل المنظومه بتاعت اسلوب حياتي يتغير. انام كويس، ابعد عن التوتر، الاستريس هرمون الكورتيزول لما بيعلى بيعمل مشاكل كبيره، بيلخبط لي هرمونات جسمي كلها. طب. وتخن واكتئاب وحاجات كتير، فلازم اغير كل نمط الحياه مع المالتي، مش اخد مالتي فيتامين وما نمش وتوتر والحاجات دي، واكل اخلص تورته الساعه 2 بالليل. صحيح. لا، انا مش بقول خدوا الفيتامين وعيشوا حياتكم بالمنظر ده، كده مش عايز فيتامين، عايز معجزه في الحاله. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. انا بشكرك، نورتينا وافدتينا بوجودك كالعاده. كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله نشوفك على خير ونتكلم معاك في مواضيع ثانيه تهم الناس كلها. ان شاء الله. نورتينا، تسلم. وبشكركم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد، ونشوفكم على خير في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء. We'll be right back.